وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي محمد مبارك جمعة. مساء الخير دكتور. دكتور، كما شاهدنا أكثر من رسالة حمل هذا التمرين، حرص المملكة واحد في مقدمتها تسجيل معدل متميز من الاستعداد والجاهزية بين القوات المشاركة. كيف يمكن البناء على هذه التمارين من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسمحي لي في البداية أن أبدأ بتهنئة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على إقامة هذا التمرين العسكري الأمني المتميز في الواقع، لأنه يعكس تفكيرا وتخطيطا استراتيجيا في التعامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية. نعم. يعني نحن نتحدث اليوم عن مواجهة سيناريو إرهاب، وهو يعني سيناريو وفق التعريف الحديث للإرهاب الذي بات اليوم يضرب في المجتمعات في مختلف المرافق الحيوية. يعني الآن الإرهاب يضرب في المجمعات على سبيل المثال، يضرب في المحطات، يضرب في المدارس أو المستشفيات، وبالتالي هذا التمرين في الواقع يبعث على الثقة فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الأجهزة، وفي نفس الوقت يتعامل مع الإرهاب بشكل واقعي وميداني صحيح جدا، وأيضا يتعامل مع إدارة الأزمات، وبالتالي هذا جهد مشكور جدا، وهنئ في الواقع القيادة الرشيدة على إقامته، وأهنئ أيضا عملية الإعلان عن هذا التمرين. يعني في الغالب كانت التمرينات والتمارين الأمنية والعسكرية لا يعلن عنها إعلاميا بالشكل الذي يعني يشرك المواطنين. هذا التمرين يتميز بأنه تم الإعلان عنه وأشرك المواطنون فيه، بمعنى أن هناك وعي مجتمعي بأهداف ومرامي هذا التمرين. هذا بحد ذاته من شأنه حتى أن يبعث على الثقة والأمان، وأيضا يعزز العلاقة ما بين المواطنين وما بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بحيث يكون هناك وعي بمدى أهمية إقامة مثل هذه التمرينات في مختلف مواقع الدولة. نعم. في نفس الوقت يعني هذا التمرين من شأنه أن يرسل رسائل واضحة ومحددة ودقيقة جدا فيما يتعلق بجاهزية مملكة البحرين وجميع أجهزتها الأمنية والعسكرية في مجابهة الإرهاب. من المهم جدا أن تكون هناك رسائل إعلامية تصل للخارج وتصل للداخل وتصل للإقليم بأن مملكة البحرين ليست لقمة صائغة للإرهاب، وإبراز مثل هذه الجهود في الواقع الأمنية والعسكرية والتنسيق ما بين مختلف الأجهزة في مملكة البحرين من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لكل من قد تسول له نفسه أن يعتدي على مملكة البحرين في أمنها واستقرارها. وبالتالي أنا أتصور أن هذا التمرين ليس فقط تمرينا عسكريا تستفيد وأمنيا تستفيد منه الجهات الأمنية والعسكرية، بل هو مكتسب وإنجاز كبير جدا يحسب لمملكة البحرين، وهو مكسب أيضا بالنسبة لجميع المواطنين. نعم، الكاتب والمحلل السياسي محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.